السلام عليكم. جبت لكم فيديو جديد عبارة عن طرز بالإبرة الشرقية والعقيق ديال الزوزو، ماشي العقيق المهرس. غادي نبداو نطراسيو الوريقات ديالنا بالعقيق ديال الزوزو. غنبداو على بركة الله، تركبي في الخيط 4 ديال العقيقات ولا 6، وتاخدي المساحة الكافية وترجعي تخيطي بيناتهم، يا اما بجوج يا اما بثلاثة. هذا الطرز ديال الإبرة الشرقية والعقيق المهرس عفوا تترشم على وجه الثوب، اما الا كانت غير البرة الشرقية بوحدها تترشم على ظهر الثوب. بالنسبه لهذا العقيق هذا راه ما تيخسرش حتى لا بغيتو تفزقو الطرز ديال الابره الشرقيه ودوزو عليه بالمصلوح، ما تخافوش منه ما تيخسرش. مبغيتش نعمر به، يعني نخدم مائل بربعة ديال العقيقات ولا ثلاثة، قلت غير نطراسي بها هكا جنبات باش يجي مزيان. هنطرش ما عندي متقاربة بزاف مع بعضياتها، داكشي علاش اخترت ندير العقيق ديال الزوز. على هكا من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نخدم معاه، حيت ما غيكونش محدود لداخل بزاف، يعني ما مطراشيش بزاف بحال العقيق المهرس. خديت نخيط بها كفو العقيق، راه هو اللي تيطراسي ليا لداخل ديال الخدمه باش نخدم ننقلب المغرمه نخدم الابره الشرقيه. غادي بهذه الطريقة تنكمل الوريضة ديالتي في التراساج. كاين اللي تيركب 4 ديال العقيقات
تيرجع من وسط الجوج. هذه طريقه زوينه، انا ما كنطلعهاش هكا. وترجعي من وسط الجوج علينا. نكملوا الورد ديالنا، نبداو نخدموا بالابره الشرقي. واحد السيبور على الوسط، درنا السيبور على الوسط، ندوزو على واحد الخاتم ديال الحقيق، والوردة ديالنا واجدة. نوريكم كيفاش غادي نديرو ليها، نعمروها بالإبرة ديال الشرقي وهي مرشوماش عندنا في الدار. بعد الأخوات من الدرس اللي فات ما تعلموا كيفاش يركبوا الإبرة، تجيبي سلك الى هاد البنات يتباعوا مع جوج سلوك، الى تخسروا تجيبي سلك ديال الضو بحال هكا تثني على جوج، تجيبي الفتحه ديال الابره تدخلي فيها السلك. تحيدي هاد القبعه هادي، تعاودي تدفعيه مزيان، تجيبي الخيط ديالك هذا. فايت لي انا مصايباه قبل، دايره هنا خيط طويل على ربعه ديال الخيوط، وغنجيب معاه خيط ديال البوبينه، يوليو عندي خمسه ديال الخيوط.
نجيب هاد اللعيبة هادي ديال السلك وندخل فيها الخيط بحال هكا. بعد نخرج الإبرة ديالي ونرجع هاد العوينة هادي. انا غنمر معكم غير واحد الوريق باش ما نطولش عليكم الفيديو. جيب الخيط تتعقدو باش ما يتمش من البره، ومن بعد تتقصوا ديك العقده الا بغيتي تقصوها. كما الفتحه ديال البره هي اللي تتم غادي القده. نبداو الخيط ديما يكون مجرور مرخوف حداك، يدك لتحت تتبقي تحسي بها العقيق فين واصل باش ما تضربيش فوق منه البره. وسطر على سطر هاد البتية هادي اللي درت فيها انا العقدة حيدها بحال هكا. الفتحة ديال البرا هي اللي تما غادي تخيط الغرزة تتكون متقاربة. إلا خليتي شي فراغ ما بين شي سطر يمكن ترجعي ليه، ما تبقيش تخيطي فوق الخيط المخدوم حيت البرة تتحسكو. واخا جا مشنتف بزاف تقدري بحال هاد اللعيبه انا خرج ليا لهنا الجري يخرج ببرا اخرى. انا غادي نخرجو ونرجع معكم نوريكم التقطيع. خرجت الحواشي اللي خرجوا ليا هنا حيت العقيق ما مثبتش كامل، مثبتين غير 4 ب 4 ولا 2 ب 2. المهم على ايه انا خرجته دابا غادي نحسك.
هنحيد هالشي اللي طالع بزاف هو الاول. عاد نبدا نقعد في تقطع على حسب الحجم اللي بغيت. تتبقاي تقطعي حتى يبان لك لاطراس ديال الرقيق بحال هكا، نطراسي لك الوريقه ديالك. ومن بعد ملي تنفزقوها و تنصلحوها هادشي تتهبط، متبقاش قد هاد الحجم هذا و تجي زوينه. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم و تعجبكم طريقتي في الشرح. هذا هو الجديد ديال الابره الشرقيه بالعقيق المهرز. ما تنساونيش بتعليقاتكم الزوينين وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده للجميع، ودعموا الفيديو باش ديما نجيبوا الجديد. الطريقة هادشي تكملي الخدمة ديالك عاد ديري الفينيسيون. ضروري غادي نبقى نقاد تتقاد. نتلقاو في فيديو اخر ان شاء الله.